خير البنات، كديري لاباس؟ مع الصحة. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم جيت باش نصايب معكم هذا القوق هذا اللي كنديروه هنايا معمر. كنديرو معمر، ممكن نوريكم المقادير. درت نوريكم هي القوق، من بعد غنوريكم المقادير. غنقيه هو الاول ونديرو في الماوشيه الحامض، وغتشوفوني كيف غندير باش غنقيه ونصايبوه. بقاو معايا وشوفوا الفيديو تاع الاخر الا كان شي واحد تيعجبو القوق وتيعجبو يكون معمر. هانتوما باش غتشوفي ساهل ساهل ماهل، يعني ماشي تيطلب شي حوايج لي هما اكثر، وغير هو تيوسخ شويه اليدين تيرد مكحلين. وكنديرو ليغات اللي ما تيبغيش يدير ليغات. وغتشوفيني كيف غنقيه. الاهم حاجه هي كيف كيتنقى، حيت باش كتشوف تحيد اللي هو قاصح وتبقى غير هذاك الرطب، وفي الاخر تيتكال كله. ونتمنى الفيديو يعجبكم، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر. هانتوما البنات المقادير. عندنا ثومه، البزار، الملحه، الفرماج، بيضه، ميتشات، المعدنوس، وعندنا الخبز اللي هو في الحليب. هذا الخبز راه في الحليب، كنديرو في الحليب باش كيرطب. والزيت والقوق ديالنا قلنا غنقيو. هادو هما المقادير. وعندنا الكميله هكا تكون السمك ديالها ماشي دوك العاليين، باش القوقات كيبقاو واقفين، باش كيبقاو واقفين القوقات. وغنقيو القوق دابا باش غنرجعو لهاد المقادير كامل اللي غنديرو بهم العماره، ومن ثم غنشوفو مرحله بمرحله باش ما تخفلت ليكمش حتى لقطه. ونتمنى من الفيديو يعجبكم. هانتوما البنات، دابا باش غنقي معكم القوق، غنقيه شتو هكا، تتحيدو هاد التحتانيين، هاد التحتانيين تحيدو بحال هكا، كدورو بيه هاد القنت هذا، القنات هادو اللي كيكونو هنايا باقيين قاصحين. الا كان طرير راه ما تيكونش قاصحين. نحيدو اللي قدرنا عليه، اللي حتى الحقول هذا، وتتحيد هاد الكوب هذا. نحيدو هادي وغنحلو هكا. شوف شي شي راه تحل تما. وهنا فين غنعمرو نديرو العماره ديالنا، ديال العماره اللي قلت لكم. وكان شي فوليو بحال هكا يا شي سميتها بحال هكا يا خايبه، حيدوها ونخليوها داك التحتاني اللي تيكون باقي طري. شوف هانتوما هكا. وغنديرو في الحامض مع الماء وغنكملو. تعجبوكم هاد الريوس، يمكن لكم ديروا الا كانوا طريين. هاد الريوس هذا انا كنديرهم ما كنلوحهمش، ولا كنخليهم تندير بهم الروس، تندير بهم الروس كنلوحهم في يغلاو 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 مع مطيشه وبصيله وداكشي، وندير بهم الروس. ها هاد الريوس هادو تندير بهم الروس، ولا كنديرهم هكا وتنخليهم حتى هما تيطيبوا. المهم هادي هي سميتها ديال التنقيه ديال القوق، باش هاد القوق الصغير باش كنديروه معمر هكا التنقيه ديالو، حيت ماشي بحال القوق اللي كنديرو حنايا بالقوق بالجنباله. هذا سميتو كيقولوا لي هنايا لي ديكونو كي لي كارشو فيريبين كوسي ليستو. هاد الشموطة اللي ريكو لا كوبا كي فيني بروتا كوسي ابريام بو 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 كوسي. المتامو لاكو غنبقاو تا غنساليو هادشي هاد الفوق ديالنا. كيشدش الوقت بزاف، حيدو هاد هادي، حيدو هادي باش غنلقاو فين غنعمرو. نحلو شويه باش نغسلوه، ميبقاش فيه التراب وداكشي، خاصو يتغسل مزيان البنات وما يبقاش فيه التراب. نتوما وخشيوه في الماء، ديرو في الماء مع هانتوما الحامض باش ما تيكحاش. كوم كي راه تيطيب ما تيكحل لا والو. هادو غنخليهم حتى الاخر، غنصايب سميتهم هما الاولانيين. داك الثاني كتحيدوه بالزربه حيت كيكون صافي. كنعمروهم وكنحطهم، كنديرو هذا ميتشات، وكنديرو بغيتي بصله بغيتي ما بغيتيش بصله تديرو هذا الثوم ثومه، وتتعمر داكشي ديالنا حتى تنعمرهم كاملين. المهم بقاو معايا تنقي القوق كامل.
هانتوما البنات باش نديرو المقادير. دابا باش نديرو كل من المقادير نص هيك نقطعو الربيع نقطعو شي تاع الربيع يكون عندكم حتى مقطع باش ندير معكم كلشي. شي ضروري ديروه صغير ولا كبير قطعو باش ما بغيتوش ليكم ديروه هنا. ديروا الراس الرويس الصغير ديال الثومه راس ديال الثومه نحكو هنا كاين الفرماج نديرو بارميجانو الفرماج هنا كاين شي البزار شفت البزار البزار البنات ولا فلفلة حمراء نتي نجيب لكم حتى فلفلة حمراء. الفلفلة حمراء مصايبة في الدار هادي صايبناها في الدار حتى شوية حلوة نسيت ما وصفتهاش ليكم نخليها هنا شوية الزيت ومن بعد هو تيبغي الزيت شوية الزيت شوية الملحة حيت كاين الفرماج يجيش ملح من بعد نزيدوه الى دقنا واحد المعلقه وبيضه البيضه ديالنا وغنجيبو الخبز ديالنا دابا باش غنعصرو الخبز اللي في الحليب الخبز اللي كنبقاو نلوحوه انا راه ما كنلوحش الخبز البضاعه ديال الخبز ما تتلاحش طاني التمكسي متمكوا كسي بيرين بيري توتي كوستي يقول لهم لي كارشوفي ريبيني كويستي سون لي كارشوفي ريبيني لي فانو كويستا زونا نحيدو هادشي نحيدو هاد الحليب هدا نرجعو ليكم المهم نخلط هادشي هانتوما البنات انا صايبت هذيك الحماره هي خلطتها بيديا ولا بمعلقه هذه غندير فيها الزيت ياك واحد طايف ديال التويمه ياك هاد الميطشات هادو نقطعوهم هكا لتحت تنديروا الزيت الزيت على القدر نتوما اللي بغيتو كاين داير الريجيم ما ديروش بزاف ديروا هكا الميطشات هكايا نقطعوهم هنا وهاد ما نسيت ما قلت لكمش راه كنغسلوهم بوكربوناتا حيت باش يتحيدو غسلوهم مزيان من هنا لداخل من هنايا خاصهم يبقاو في الماء هاد الصغورين هادو غنلوحوهم هكا الطريفات نديرهم هكا من بعد راه تشوفو اللي بغا يدير البطاطا يدير البطاطا انا من بعد غنجيب بطيطه حيت ولدي تيبغي ليا البطاطا تيبغيش ليا الكرشوف غندير معاه بطيطه اللي بغا يدير بطيطه يدير بطيطه راه نعمر هادو من بعد نوريكم حتى البطيطه ملي نقيها. المهم نعمرو ديالنا نعمروهم حلوهم شي شويه ونعمروهم ما نعمروهمش بزاف تيخرج من سميتو خاصهم يتعمر بحال هكا باش ما هكا معسوم باش يدخل له داك الوسط ديالهم هكا ونحطوهم هنا نعمروهم حتى يسالو داك الشيء ديالنا. المهم انا نعمر انتو عينكم ميزانكم شحال داير ديال القوقات باش تعمرو قلبهم باش داك الماء داك الطاطان داك الماء غي يتقطر من بعد ملي غيكونوا تيطيبوا نخليهم واقفين شنو نعمروهم كاملين كنطيبوهم بشويه نشعلو عليهم شويه كنعمروهم هنا لداخل باش كيدخل ليهم ديك الاقامه
فرماج والبيض وداكشي. البيض باش كيشد الخبز. منين شط لكم هاد العماره هادي الا شات لكم دير من بعد ديروها كرات تاعي طيبوا الكارشوفي ولوحوهم راه تيوجو بحال لي بول بيتي حتى هما. انا راه غندير معكم هاد لي بول بيتي هادو هي ديال الخبز والفرماج والبيض تيديرهم في لاصوص ديال مطيش. غندير معكم حتى هاد الاكلات هادو حيت حنا كنديروا هاد الخرشف بطريقه اخرين هكا ما عمرنا درنا. نتوما شتو قياس بحال لي معلمني الله. نتوما ما شفت حتى حاجه دخلوا مزيان هاد الشيء هذا. المهم بقاو معايا حتى الاخر نعمر هاد الشيء ورجع معاكم. كما كيتقلاو دابا احسن خليها حتى واقفين باش يوقفو. غندير هذوك البطيطات حتى هما ناعم راه كيتابو كلشي قد قد باش يبقى هادشي واقف ليا. نشد هكا من بعد راه غنمرق غنمرقهم. نزيدو شويه في المليحه نزيدو شويه باش تدخل لي في وسط هادشي. ديرو شويه في المليحه شوف الجزار تتقلاو هذا شوف الجزار وخليه يتقال على خاطرو. نزيدو شويه د الزيت حيت كيبغي هو الزيت. ومرقو الما سخون انا راه عندي في الروبيني الما سخون. مرقو بركه باش ما يخرجش هذاك الشيء من هنايا ما تمرقوش بزاف باش يبقاو هذا ما يخرجش هذا الشيء حتى يشدوا راسو باش هذا الشيء ما يخرجش. واخا هو البيض وداك الشيء تيطيب وخليهم يطيبوا على خاطرهم ونتلاقاو من بعد. انا درت البطيطات نتمنى ما نسيتش حتى مرحله. درت البطيطات على حساب الدراري ما تيبغوش الخرشف ما تيبغوش القوق ياكلوا البطيطات. بقاو معايا هانتوما البنات كتخليهم هكا قلبوهم على الجهه الاخرى. ملي يقربوا نص طياب قلبوهم على الجهه الاخرى باش يطيب كلشي. راه طابت لينا. كنشوفوا دابا الشكل النهائي في التبصيل ويطيبوا بشويه عليهم تشعلوا عليهم ناقصين باش ما ي... نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. دابا باش نحطو في التبصيل نوريكم الخرشف ديالي معمر وبطيطة. نتمنى الفيديو يعجبكم. ثم باش نقرب لكم الكاميرا راه طايب البنات راه تيطيب تيجي واعر. ها نتوما طايب غزال. ما تشوفوش الشكل تشوفوا المذاق ما تشوفوش الشكل. ها نتوما حتى دوك الطريفات ما كنلوحوهمش ها هما تيبقاو. ثم راه طايب تيجي تيخليو فيها لاصوص باش كيتغمس. وها الطبسيل ديالنا باش نوريكم سميتو النهائي. نتمنى ديروه في الدار. الخرشف عندنا في المغرب وبزاف الناس ما كيستعملوش هكا. حنا في الطاليان كيستعملوه هكا وتياكل هادشي كامل كيتكال حيت هو تيبقى هادشي رطب اللي باقي دابا هنايا. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وما تنساوش تدخلوا القناه تخدموا الجرس وشو كومنت وين باش القناة تزيد القدام. شكرا.